ذا خضراء تخرب ملعب التكنولوجيا. هذا سؤال أول. سؤال ثاني، هاد الملاعب اللي شفت انا اللي هما كاينه هما اللي في شارع القاهره تسلموا من بعد الجمعيات، تسلموا من بعد الجمعيات، تسلمت جمعيه النهضه والشبكات الجمعيات. من يقول تسلموا كان التشين ديالو عضو سيد العميل والجمعيات والشبكه ديال الجمعيات، ودار التشين وتسلموا هاد الجمعيات. هاد الجمعيات انا سولتهم قالت اودي عندنا واحد تسليم خداوه من المبادره التزام والتزموا واش الملاعب تسلموا. حنا شحال نسلموا دابا؟ غير بغينا نعرفوا شحال نسلموا. لو كنا غنسلموا اول حاجه وخدوا الاحصاء ديال الملاعب اللي عندنا، واش مسلمين للجماعه في الملاعب في الصحه ديالهم مزيانين؟ تنعرفوا هادشي هذا، ماشي نجيو ونقولوا غنفوزوا عشان نفوزوا، بعد ما نفوزوا واش عندنا هادشي؟ لا كان عندنا دراسه وعندنا الملاعب تسلم لنا نفوتوا ونفوت الطريقه اللي غنفوتوا. السؤال الثالث، واش ديك الملاعب القرب اللي في غابه الاولمبيكا داخلين في هذا؟ تا هما وحنا سمعنا وحضرنا في اللجنه المرافق، عضو الرئيس الجنرال وحضر عبد البير في اللجنه، تقلنا ان الملاعب تسلموا للسيد اللي تما. حنا نصدقوا له ايه؟ العماله فوتة جملة السيده رشيده شي حاجه سميتها الله على خاطر خاصني، المهم السيده ولا كانوا سلمتهم حنا شنو نسلموا؟ وديك الملاعب الاولمبيكا واش غيستافدوا منهم الساكنه والجمعيات المجاوره تما، او غنسلموهم ونعملوا بحال اللي كيعملوا ديال البريفي كل مباراه ب 100 درهم 200 درهم؟ كل عايز يستفد منه. وشكرا للرئيس.